السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعاً اليوم تغطيتنا صوغة المدينة. إيش معنى صوغة؟ صوغة طبعاً هدية المسافر. في دول الخليج يقولك صوغة صوغة، فهذا المحل هدية للمسافر. طبعاً قبل ما نبدأ، أول شيء الموقع سوق النعناع طريق الهجرة. طبعاً زي ما تشوفين آخر بوابة تدخلوا صوغة، لا تدخل من أول بوابة، من آخر بوابة عشان دايركت على طول. يلا يعني بصراحة المدينة كنا محتاج محل يريح المسافر. صوغة بصراحة ريحنا، مو ريحنا نحن، انتو كمسافرين احيان الوقت ياخذ منكم، روح جيب شابور، روح جيب نعناع، روح جيب التمر، روح جيب لا عن صوغة ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيهم العافية والله يريحونا نحن في المدينة بصراحة. يعني جيت أول محل في المدينة يجمع أفضل أشياء يدورها المسافر، والحاجات عضوية، إن كان من نعناع، إن كان من ما شاء الله ورد، مشروبات ساخنة أو المأكولات ما شاء الله، من أفضل الحاجات بصراحة. زي ما انتم شايفين صورنا لكم كل حاجات عضوية الشاهي من هنا. أحيانا تبي تقدم هدية وانت خارج من المدينة، شايفين البوكس كيف ما شاء الله جدا جميل وعجوة. دامك دخلت المدينة لازم ما تخرج يا بتمر يا بنعناع، والنعناع نعناع القراف اللي سويت له حلقة وما شاء الله كثير من المدينة وخارج المدينة يدوروا عليه. زي ما شايفين نعناع القرافي ما شاء الله ريحته مسافات، هذا نعناع القرافي شايفين كيف ما شاء الله ريحته من مسافة طويلة. ما تحصل طبعا نعناع القرافي يا في مزرعة القرافي او صوغة فقط، ما ينزل موزعين ما شاء الله تبارك الله، طبعا عند صوغة فقط تحصلوه، ان كان من شابورة المدينة، ان كان المورينجا عضوية. طبعا المورينجا ايش هي؟ الصيدلية المتنقلة، الصيدلية المتنقلة المورينجا، شايفين كيف؟ ودقة المدينة وكل ما تحتاجه من المدينة تحت سقف واحد حقه حقيقي بصراحة. وزي ما تشايفين كمان العطرة ما شاء الله، شوفوا كيف يعني مداك تقدمها هدية. وهنا الورد، يا ورد يا سلام. واللي عجبني بصراحة أحيان ننزل السوبر ماركت نشتري، هنا اسمها علبة المسافر، معمول أنا المدينة، نسيت أتكلم عنه، من أفضل ما شاء الله أنواع المعمول في المدينة، طعم لا يعلى عليه. زي ما تشايفين هنا بوكس المسافر، وأسعار تبدأ من 20-25 زي كده تمام، خاص تاخده وانت في السيارة مع الأهل مع الحبايب. كمان الأطفال حابين حوامض، دقة، فشاء، ما شاء الله تبارك الله. زي ما تشايفين شوف مضير، دقة، فشاء، كروبو بالدقة، يعني سفرة ما شاء الله من أروع ما يكون. هذه هي بالكامل ما شاء الله تبارك الله. وصلنا آخر مقطعنا. طبعا اللي حاب يطلب داخل المدينة أو خارج المدينة من صوغة، التواصل على هذه الأرقام أو في الوصف، اتصلوا ما راح يقصروا، مع الجميع عندهم خدمة التوصيل، وهذا اللي كلكم محتاجينه. يعطيكم الف عافية.